ومنهم الذين يؤذون النبي. امشيوا مع رقم 68 آية. وقت سريع. سورة التوبة نفتحوا مع بعضنا. ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو أذن. خذ الميكرو شو اسمه كتبه معك. ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كافي ما شاء الله عليك. الله ينفع بك. أحسنت. جزاك الله كل خير. مع رقم 55. رقم 55 أي أي. أهلا وسهلا. مرحبا بك. أي مرحبا. اهلا وسهلا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله داء مرققة. وعد الله المنافقون. لا لكن ما قلت من الأول. وعد الله المنافقين. وعد الله. وعد داء. ركز في الدال أي في عقلك. وعد الله المنافقين. نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب عقيم. ولهم عذاب عقيم. لا ولهم عذاب مقيم. أي عودها عودها. وعد الله. وين جيب الآية. والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صحيح. كالذين من قبلكم. قبلكم فخم القاف. قبلكم قا. كالذين. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين أظهر الميم ألم يأتهم أظهر ألم يأتهم مثل ألم يأتهم نبأ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ترقيق اللام وبيان الكسر أي فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك الله فيك. كافي يعطيك الصحة، جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. يا مرحبا أهلا وسهلا. أي رقم 100. شوية باهي شوية ذكرى يبارك فيهم ربي. ها لا ما هزيتي حتى شيء، ما شاء الله عليك، ربي يبارك لك. هاي سيدي هاي. والمؤمنون هاي. والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تحمر الأنهار مش الأنهار رو الأنهار خالدين فيها صحيح وخالدين ومساكن طيبة العظيم. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لام واغلو مش واغلظ لو لا واغلو لو واغلظ عليهم أي. ومأواهم جهنم وبئس المصير المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة علاش كلهم مع بعض صحيح وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله تحقيق الواو ورسوله مش ورسو ولا واو ورسوله باقي مفخمة راهي من فضله هاي امشي سير هاي
فإن يتوبوا يك خيرا لهم. خيرا لهم. أنت تقول يك خير ولهم رول. لا خيرا لهم. مراء خلي شفتين مفتوحة. خيرا لهم. يعذب قلق للباع يعذب يعذبهم الله عذابا أليما وما لهم في الأرض من خلف تحويجين فإن يتوبوا فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم صحيح انت من الاول تقول يعذبهم يعذبه هكا ضمه ايش قلقله هنا باء ساكنه مقلقله يعذبهم فلما يزرب يقول يعذبهم يعذبوا لا يعذبهم ذبهم قلقله فان يتوبوا يك خيرا لهم اي يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ما لا ولا نصير. يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا الله ينفع بيك أحسنت. رقم 57 تفضلي. يا الله يا كريم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون تمام. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يا لطيف فهمتوا الذين يلمزون المتطوعين ساعات واحد يجي يتصدق بشيء ولا يعمل مشروع متاع خير يعود على الناس بالنفع وكذا فيجيوا جماعة أخرين يقول لك ريتك المهبولة ذاك مش كان عملها مرقص خير له مش كان عملها كذا بتاع فساد خير له عملها مدرسة بتاع قرآن شامبه احنا مازلت ثم عبيد تقرأ في القرآن الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات لمز تعرف معناتها اللمز ما هو ويل لكل لمز هكا اللي يعمله ذاك غير ما يتكلم راه يعمله هكا الحركة هذيك هي اللمز قل هذاك بالصفاقس ايش يقولوا قل الكلب سوق هكا ضحكة عرفتها كلمة مش باهية أيوة هكا كلمة ذيك لمز والعياذ بالله رد بالك ملا هالآية ذي عظيمة قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم شكون يسخر سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الآية التي بعدها استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يا لطيف إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم يا لطيف ولهم عذاب لا فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم
القوم الفاسقين. كافي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا. أي رقم 65، 65 تقاتلوا معي عدوا. ولا تعجبك الثانية أنت توه. بعد شوي الميكرو صار برشا حس. نعم. أن يعذبكم. لا عود ولا تعجبك في عقل. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. أي. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحق الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا. أن آمنوا. أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. كافي، بارك الله فيك، شكرا، ربي ينفع بك. مع رقم 77. 1 2 3 4 5 6. طيب كافي. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم. في عقلك يا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. نعم قول. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع وطبع على وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صحيح. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وذلك لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب وقعد ليؤذن لهم. وجاء أعيد مرة ثانية. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وقعد الذين
كذبوا الله ورسوله أي. سيصيب الذين أجرموا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. نعم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون في سبيل حرج حرج ليس على الضعفاء ولا على الذين ولا على المرضى رتب بعد ليس على الضعفاء ولا على نعم عاوده ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم والله التحقيق الواو والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بارك الله فيك شكرا جزاك الله كل خير. كافي وصلت هنا زدت شوية آيات. طيب الفرقان طيب الفرقان سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا به رقم 84 آية رقم 84 سورة الفرقان بداية الحزن تفضلي. وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم فخم الضاد يعض الظا ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ كيف يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا. رقم 107 أحسنت يعني 107 بما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لربه مخطرة هذه اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لربه قائلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن هجر القرآن أرجع لابن القيم ابن القيم يقول هجر القرآن خمسة أنواع هجر التلاوة هجر السماع سماع القرآن بدل ما يسمع حزب من القرآن يحط غناية رد بالك أي هجر التدبر زيد هجر العمل بالقرآن وأخيرا هجر التداوي بالقرآن الكريم خمسة أنواع أي نعم أهمها تلاوة القرآن نحن في شهر يسميوه شهر القراء هكا شعبان يسميوه شهر القراء لماذا؟ لكثرة قراءة القرآن فيه باش يهيئ الإنسان نفسه لرمضان فيسمى شهر القراء
فالإنسان يختم القرآن في هذا الشهر ويكثر من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة تقول السيدة عائشة ترتيحة صغيرة من سلج، تقول السيدة عائشة يطلع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا اقف معها، إلا هذيك رد بالك، الاستثناء هذا لشكون؟ إلا لمشرك أو مشاحن. الشرك قد يكون شرك ظاهر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هكا شرك رد بالك منه، يقول لك لولا فلان رو احنا ما عندناش تعليم، رو ما تنحلناش القمل، هكا شرك بالله رد بالك. اي نعم. والثانية مخطرة، يلزمك تصفي قلبك. قال شوك العبارة النبوية، قال لمشرك أو مشاحن، مش معنى المشاحن في سورة هود يقول في الفلك المشحون، إنسان مشحون بالحقد والبغض قلبه مريض، هذا يلزم يصفي روحه ينظف. مش تفهم المشحون معنى، يعني الفلك العظيم السفينة الكبيرة المشحونة مرصوصة رصان ما فيها حتى بلاصة، هو مرصوص بماذا؟ بالحقد، تلقى الغل والحسد وبغض، ماذا به راهو هذيك مخطر، ما يغفرلوش ربي حتى ينحك الشيء على قلبه، إلا لمشرك أو مشاحن. كما الحديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ردوا بالك، واحد من المسلمين دخل قال هذا مبشر بالجنة، يا اخي مشي لولداره وحب يعرف شنو قاعد يعمل. أي. سيدنا عمر تبعوا بشر النبي، قال له يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، أو بشو يدخل تو يكسبوا بشو يدخل سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا علي، دخل رجل عادي من عامة الناس. سيدنا عمر قال كيفاش هذا؟ هذا بشر النبي قال يدخل عليكم الآن، أو بشو يدخل واحد من أهل الجنة. فتبعوا سيدنا عمر بشي يلوج يشوف شو العمل اللي خلى النبي يبشره به، قال شيء عادي، صلي الصلوات عادي كذا، حياة عادية، مش حياة عادية كيف نحن، لا احنا وحدنا. فقال له انت بشرك النبي، انت لا لك تقيم الليل لا تعمل في اشياء، معناتها شنو هي الميزه؟ قال له انا كل ما نحط راسي على المخده نقول سامحت جميع المسلمين، ما عنديش حقد وما عنديش بغضاء وشحناء على الاخرين، يرقد مرتاح. ثم واحد يرقد ويبدا يكمبس، قل لك فلان نعمل له عمله كما قالوا ما يخرجش منها جمله، تو تشوف نعمل لها عمله ما نخلي الناس تضحك عليها، رد بالك. نعم، لازمنا نصفيه قلوبنا. غدوة في الليل تم صيام، غدوة يوم اثنين يوم عظيم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر كثرة صيام يوم الاثنين، قالوا له علاش ياسر تصيم انت يوم الاثنين؟ فقال لهم ذاك يوم ولدت فيه فيتقرب الى الله بعباده، احنا نجيب القط ونجيب كذا ونحطوا اشياء، لا اتقرب للمولى عز وجل بالعباده. النبي بماذا كان؟ سألوه علاش تصيم انت؟ قال لهم ذاك يوم ولدت فيه، يوم ما عرفش حياته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. أي نعم. فالإنسان يصيم وينظف الوعاء بتاعه، يرد باله. وي نعم، قول سيدي احنا وين وصلنا؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وصل. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ميسالش أنا اليوم قريت المعنى هذا لأن بينته لكم مقبليك، لأنك وقت اللي تقرأ القرآن دفعة واحدة ما يسمعك حد، فهم تفطنوا تلويه 23 سنة، تلويه نزول القرآن على مراحل، خليه ينزل مرة واحدة ونرتاحوا منه، يدبروه يعملوا بيه هكا، تفهم هنا المعنى. تقرأه جملة واحدة في سورة الإسراء على مكث على تمهل، ما تجربش، فأنت لما تقرأ له الآية كاملة هو أنت جرب، قسم الآية أقرأها كقراءة مجودة بأحكامها، السامع يعيش معك الآية، وكيف تقرأها ما يبدو يثوب. علاش كثير من الناس في رمضان تلقى العشر الأوائل المساجد مرصوصة،
ومن بعد يطيحوا بإيمان تعب كحالتي أنا، يقطعوا يمشوا للقهوة هكا ولا يهربوا كله بعد تتلف تلقى صفين ثلاثة أربعة. علاش؟ لأن القرآن ما شدهمش، ازرب ازرب. وثم أيام يجي يقولوا له ما اسمع ما تطولوش علينا عاد سيبونا، ثم شوي مسلسلات والسبوع يستنى، شكون باش يتفرجوا السبوعي؟ ها خلاه الشعب كله أبله ما يخممش وما يفكرش، هكاك يحبوا يعيشوهم يجريوا بلاش عقول وبلاش تفكير وبلاش حتى شيء، كل شيء راهو عاملين له حساب يمشي. انا ما نحبش نتكلم برشا قول. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. أمشي. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. صحيح. ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. صحيح. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. كافي، بارك الله فيك، ربي ينفع بيك، شكرا. رقم 108. 108 هاي مرحبا بك. هاي قرب شوي. أرأيت من اتخذ. نعم. أي. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم كالأنعام إنهم إلا كالأنعام أم هم أضل سبيلا. إنهم إلا عيدي إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. أي. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كافي، بارك الله فيك، شكرا، ربي ينفع بيك. رقم 73. 73 فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا
أي. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أي. ويعبدون ويعبدون وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أي قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على شكون على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد ينفع بيك بارك الله فيك كيف أما زيد متنو مكنو مليح ثمن هذا لم ترى إلى ربك بارك الله فيك 111 هاي تفضلي يا الله كريم وعباد الرحمن قول وعباد الرحمن الذين يمشون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا ربنا اصرف والذين يقولون ربنا اصرف عنا ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أي. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون وكان ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الاستثناء إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أي. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا أي كمل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
أمشي. والذين إذا ذكروا عاد رتبهم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أي. والذين يقولون ربنا هب لنا من ذريتنا من أزواجنا كيكا الذراري نمشي جيو أمشي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أمشي. إيش بيها مظلوم؟ إيش بيش يعطيهم ربي؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. سماها غرفة لأنها لم تفتح لغيرهم ففتحت لهم مغلقة. شكون بيش يعطاها؟ لها الصفات اللي ذكرها ربي وعباد الرحمن 11 صفة كانت تتمسكوا بهم. قال أولئك اسم إشارة يجزون الجزاء متاعهم شو يجزون الغرفة مغلقة وهنا تفتح تفهم معنى وفتحت في سورة الزمر في اللولانية حينما تحدث عن الكفار قال فتحت لأنها مفتوحة تنتظرهم أما أصحاب الجنة فمغلقة لا تفتح إلا لهم محل ربي ولذلك استعمل الواو وفتحت لأنها مغلقة أي نعم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا في الدنيا بما صبروا ويلقون فيها الله الله ويلقون في الجنة في هذه تحية وسلام أقرأي أمشي أولئك قول أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أي خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما الله الله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بارك الله فيك شكرا ربي ينفع بكم جميعا جزاكم الله كل خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.